بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس أظن السادس أو السابع، ونحن في أواخر شهر صفر من عام 1439، وهو أوائل شهر نوفمبر من عام 2017، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكره الله تعالى في من عنده. وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب الخيار. الخيار كلمة مشتقة من الاختيار، فأنت أحيانا لما شخص يقول لك هل تريدني أزورك العصر أو المغرب، تقول لك الخيار، يعني لك الاختيار، أنت اللي تحدد تريد تزورني العصر ولا المغرب، وهكذا. فكلمة الخيار هي مأخوذة من الاختيار، ومعنى الخيار في الشرع أنه حق لأحد المتعاقدين في فسخ العقد. يعني جيت أنا واشتريت منك هذه الساعة، ثم قلت لك هذه الساعة أنا سأهديها إلى أبي مثلا، وعطني الخيار 3 أيام، يمكن أبوي تعجبه ولا ما تعجبه، هذا نوع من الخيار، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان أقسامه. والخيار أيضا خيار اسمه خيار المجلس، هو لما يتم البيع في المجلس، اتفقت أنا وياك على شراء سيارتك، وقلت طيب تعرف سيارتي أنت بتشتريها مني مثلا، قلت لك تعرف سيارتي، قلت نعم أعرف، وركبت في سيارتك مرارا وسقتها مرارا، وأعرف سيارتك اللي واقفة عند الباب وأعرف وصفها، واشتريتها أنا وياك مع بعض، كل المواصفات للسيارة موجودة عندك، فقلت لك خلاص بعتك واتفقنا أنك تشتري السيارة مثلا 40,000 ولا 50,000. ثم بعد نصف ساعة وإحنا في المجلس أنا زال قلت لك تدري أنا هونت عن البيعة، خلاص والله ما لي نظر في البيعة، أنا تذكرت أني 40,000 أباخذها وأبقى من غير سيارة، وأنا عندي عيالي يدرسون في المدارس ولا أستطيع أني أبقى من غير سيارة، ولو ذهبت أشتري بهالفلوس سيارة أخرى يمكن ألقى سيارة يغشونني فيها وغير ذلك، هذه السيارة أنا أعرفها، تدري أنا هونت. هذا يجوز ويلزمه أن يقبل ذلك، ما يجوز يقول لك لا تم البيع خلصنا البيع تم ما عاد في تهوينة، لا، هذا يلزم، خيار المجلس يلزم قبوله سواء للبائع ولا للمشتري، هذا اسمه خيار المجلس ما دام احنا جالسين، وسيأتي إن شاء الله الكلام على تفصيله. الخيار أنواع، في خيار للعيب في السلعة، خيار الغبن، جيت وشريت منك مثلا تمر، ومعروف مثلا تمر يباع مثلا الكيلو مثلا أو الكيس اللي هو كيلو مثلا ب20 ريال، وأنت وصفت لي وصفا كبيرا في هالتمر، وترى هذا نقوى، وترى هذا لونه مميز، وحجم التمر يعني زين، وترى احنا مختارينه من مزرعك، وبدأت تكثر علي الكلام حتى أقنعتني أن أشتري الكيلو ب50 ريال. ثم لما فتحت الكيس وحطيته عند الضيوف قالوا هذا من أبو 8 ريال، حتى 20 ريال ما يستحقها، هذا اسمه خيار الغبن أو خيار التدريس، مثل اللي مثلا يبيع له جوال مستعمل وربما طايح فيلمه وخربان ويلمعه ويصلحه ويعدل فيه وكذا ويعطيك إياه، أو يبيعك جوال آيفون صيني على أنه آيفون أصلي، وفعلا الآن في آيفون صيني يباع في الصين على 150 ريال، وتشتريه آيفون 6 وآيفون 7 ونحوه بهذا السعر، ورأيته بنفسي أنا. فلو جاءك واحد ولا تكاد تفرق بينه وبين الأصلي إلا لمن عنده شيء من النظر، فلو جاءك وقال لك تفضل هذا الآيفون جديد وجاءني هدية وأنا ببيعك إياه بمثلا 1,000 ريال، وهو يباع في السوق ب3,000، ولم يخبرك أنه صيني ولا أصلي، سكت، قال لك هذا الآيفون قدامك، لكنه يعلم أنه سيقع في قلبك أنه أصلي، أنك لن تظن أبدا أنه من النوع الصيني الرخيص مثلا. مثل اللي يقول لك بعتك سيارتي، بعتك هذه الساعة خلاص بعتك إياها ب1,000، ثم إذا جيت تسدد قال لك لا أنا أقصد 1,000 دولار ما أقصد 1,000 ريال، فأنا بعتك إياها ب3,750، ما بعتك إياها ب1,000 ريال عادي، أنا أقصد 1,000 دولار ولا 1,000 دينار كويتي بعد،
فيبيعك إياها بأكثر من ذلك ب 12,000 ريال. فالمقصد أن الغبن والعيب في السلعة والوصف السلعة بما ليس فيها أكثر المشاكل التي تقع اليوم بين الباعة والمتعاقدين بسبب هذه الأمور. فجاءت الشريعة وحلتها، جاءت الشريعة والفقهاء وحلوها من البداية، قال لك أنت عندك خيار اسمه خيار الشرط وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار الخلف في الثمن، خيار الخلف في الصفة ونحوه. أنت طالب العلم إذا فهم هذه الأنواع من الخيار استطاع أن يحل مشكلة. ربما أنت في السوق وتجد اثنين يختلفان في شيء معين، إذا كنت درست الفقه هذا تستطيع أنك تحل المشكلة بينهم على طول وتخبرهم بالحل الشرعي للإشكال الذي وقعوا فيه. نحن بإذن الله أنا بمر معكم على أنواع الخيار ونحاول أن ننتهي منها اليوم إن شاء الله. لن أفصل كثيرا، بعض أنواع الخيار مختلف فيها، قول الحنابلة وقول الشافعية وقول، فأنا سأسوق لكم المسألة وأشرحها لكم وأسوق لكم الراجح مباشرة. أول أنواع الخيار هو خيار المجلس، وهو الخيار الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والحديث في البخاري. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام أو يكون البيع خيارا، يعني خيار بينهما. وكان ابن عمر إذا أعجبه الشيء اشتراه وخرج حتى خلاص يتم البيع تماما. هذا الخيار يثبت لكل أحد، هذا الخيار يثبت لكل أحد. أي شيء تشتريه وأنت في المجلس معناه عندك فرصة تفكر في هذا القرار إلى أن ينفض مجلسكم. مثلا أنت معزوم على عشاء وقلت عند الرجال الساعة 7:30 مثلا في ليالي الشتاء مثلا، واشتريت من واحد منهم جوال، ولا اشتريت من قلم، ولا اشتريت منه بيت ولا أرض أي شيء ولا سيارة، أنت حتى لو لم يقل لك مثلا فكر أكثر في الموضوع لك فرصة تفكر في الموضوع إلين ينتهي مجلسكم. لو جلست وسولفت وتعشيت وكتبت له أنت شيك مثلا بالمبلغ، إذا كانت أرض ولا بيت ولا شيء يعني يسوى مبلغ أكبر، ثم عقب العشاء جلست وقلت والله أنا تعجلت ولا له داعي، والأرض اللي شريتها في منطقة يعني بعيدة عن سكني الأصلي وصغيرة وأنا أبغى أسكن عيالي معي، وفكرت أكثر، ثم قبل لا ينفض المجلس قلت له يا أبو عبد الله، قال نعم، قلت عطني الشيك، قال ليش؟ قلت عطني الشيك بس، قال مو عطاك الشيك، قلت ترى البيع خلاص ألغينا العقد. لو قال لك لا يا حبيبي العقد تم وانتهينا وأنا استلمت الفلوس، لا، في شيء اسمه خيار المجلس، يستطيع هو أن يلغي البيع وتستطيع أنت أنك تلغي البيع، سواء أنت البائع ولا أنت المشتري. خيار المجلس هو لكل الأمر، لكل الرجلين، سواء البائع ولا المشتري. وهذا طبعا يعني جاءت به الشريعة لأن الإنسان أحيانا قد يستعجل، يستعجل ويشتري الشيء، وإذا فكر قال والله أنا استعجلت وأنا ما أحتاج هذا الشيء الآن، ولو أني أجلت شوي الموضوع، والفلوس الكاش هذه أنا أحتاجها، عندي زواج لولدي ولا عندي كذا أو كذا، ليتني ما استعجلت، وسيارتي زينة ليش أشتري سيارة غيرها. فلأن الإنسان أحيانا يقرر الشيء بسرعة، الشريعة راعت هذا وقالت له الشريعة ترى في شيء اسمه خيار مجلس، لك فرصة تفكر إلى أن ينتهي مجلسكم. وخيار المجلس يستمر إلى أن يتفرق، سواء كانوا معزومين في عرس ولا كانوا في مجلس ولا كانوا في طيارة. أحيانا أنتم في طائرة ويتم بيع في الطيارة ويمكن الله يرزقك شيء بعد. هذا واحد من أصحابي بيسافر مرة الجدة، أحيانا الرزق يسعى ورائك يهجم عليك هجوما. ف العادة يعني يروح بسيارته، وذاك اليوم قال بروح بالطيارة، وجاء حاول يحجز سياحي ما وجد سياحي أبد، فاضطر اضطرارا أنه يركب درجة أولى وهو يعني يرى أن التذكرة غالية فعلا، يعني هي أكثر من الدرجة السياحية ربما ضعفين أو ثلاثة.
لكن الرجل اضطر مسكين انه يدفع هذا المبلغ وهو ما هو مقتنع وجلس. وافق جنبه واحد من التجار العقار الكبار، سولف معه وتلطف معه، وصاحبنا لطيف التعامل واسلوبه جميل، وسولف معه وضحكه وسولفه شوي. ثم شخص جالس معهم في الدرجة الأولى التفت فرأى هذا التاجر وجاء وسلم عليه وقال له أنا بيك يا فلان في موضوع. وقال لصاحبي ممكن تخليني أجلس مكانك بس؟ قال يتفضل. وقام صاحبي مكانه وجاء التاجر وجلس مكانه، وتمت بينهما صفقة. فقال البائع اللي هو الجالس الأصلي قال لهذا المشتري التاجر الثاني أنا ما أتمم هالصفقة إلا إذا عطيت السعي لفلان هذا اللي جلسك مكانه. كان ممكن يقول لك لا لا تجلس مكاني وخلاص ما نتناقش في الصفقة ولا تتم. كون الرجل أذن أنه يقوم وتجلس مكانه معناه أن الصفقة لم تتم إلا بجلوسك في هذا المكان، إذن السعي لفلان. يقول والله حاول يمين يسار قال لا ما فيه هذا حق الرجال، وكانت الصفقة مبلغ عالي. يقول والله ينزل شنطته ويكتب لي الشيك وعطاني سعي 250,000. يا ليتني راكب ذاك اليوم في الطيارة معه، يمكن يرزقنا الله. فأحيانا يعني الأرزاق تجري وراء الإنسان. لكن لو أنهما قبل أن تنزل الطيارة قال واحد منهم تراجعت عن البيع أو تراجعت عن الشراء وألغى العقد، ألغي ويأخذون شيك الرجال وشيكونه خلاص، لأن العقد لم يتم. فالمجلس ما دام أنه مستمر فيحق لكلا الرجلين أن يلغي العقد إذا شاء، ما دام أنه مستمر سواء البائع ولا المشتري. والمجلس كما ذكرت سواء كانوا في طائرة في سيارة في مجلس مجلس بيت يعني في عرس، سواء كانوا حتى لو في مكالمة هاتفية يستمر المكالمة وتفاصل إلين تنتهي المكالمة، حتى لو دخلوا في مواضيع أخرى، حتى لو قال طيب خلاص الله يرزقنا وياك أنا شريت السيارة بكذا ب40,000، طيب إيش أخبار فلان وإيش حصل، قاموا يسالفون في مواضيع ثانية. ثم بعد 10 دقائق من السوالف قال ها تدري الظاهر أني تراجعت عن شراء السيارة خلاص. فما دام المكالمة مستمرة معناها المجلس مستمر. وكذلك لو أنهما كان في مجلس ثم قام يمشيان مع بعض يعملوا الرياضة يعني مشي، واستمروا في المشي ربما ساعة، المجلس مستمر حتى يتم التفرق بينهما، هذا لا بأس به، في هذا الحال لا بأس به. طيب لو أن الرجل اشترى منك، يعني افرض أنك وأنت جالس قلت والله يا جماعة أنا سيارتي اللي معي أنا بشتري سيارة جديدة ودي أبيع سيارتي، إن عرفت لها أحد بيشتري تراي ببيعه، فقال واحد لا أنا ترى بشتريها يا فلان كم مثلا ساموها في السوق، فقال لك والله ساموها أمس ب40,000 والسعر هي تسوى 50 وأنا بدخل بها، قال خلاص أنا بأخذها منك ب45 مثلا، يعرف السيارة تسوى مثلا. فأنت صاحب السيارة تعلم أن فلان هذا متردد وأن هناك في المجلس أشخاص ممكن يشترونها منك ب50، وتعلم أن فلان هذا بيضيع عليك المجلس وبعدين في آخر المجلس بيقول لك ترى هونت عن الشراء، فهل يجوز أنك تقول له أنا بعت لكن ترى البيع تام ما فيه رجوع، يعني خيار المجلس تسقطه يا فلان، أنت لك حق في الشريعة اسمه خيار مجلس وأنا لي حق، كلانا نسقطه، نعتبر البيع الآن تام ما فيه هونت، تبغى تفكر فكر الآن، تشاور اتصل على اللي تشاوره، تستخير قم الآن صلي صلاة استخارة أو لا تلزمني بالبيع. أما إذا أنت جازم فالآن المجلس ما في خيار مجلس، الآن البيع تم بيننا بأخذي للشيك أو كتابتي للورقة بيني وبينك أو بتلفظي بعت واشتريت وشهود الناس، خلاص يلزمك أنك تدفع 45. إذا قلت له هذا الكلام معناه أنك تطلب منه أن يسقط حقا له وهو خيار المجلس، فإذا أسقطه وافق وأتم البيع خلاص فقد سقط. يعني لو جلس مثلا ساعة ثم قال
تدري أنا هونت خلاص أنا ما لي نظر في السيارة وأريد، تقول لا البيع تم وأنت أسقطت خيار المجلس. كما أن الرجل فرضا في الإجارة، في النكاح، في غيرها من الأمور يستطيع أن يسقط بعض حقه، وإذا وافق الطرف الثاني خلاص، والمرأة كذلك. دليل أنه يجوز إسقاط خيار المجلس سواء من أحدهما أو من الاثنين، يعني حتى لو قلت له أنت البائع للسيارة، فقلت أنت يا فلان متردد وأنا لا أثق أنك تشتري سيارتي، قال لك والله شريتها انتهينا، قلت خلاص ما فيه تفكير، ما فيه تردد، ما فيه تراجع، قال لك خلاص أنا بالنسبة لي البيع تم، فقلت له أنت أنا إلى نهاية المجلس أفكر في الموضوع، هذا جائز. أن يسقط أحدهما خيار المجلس والثاني يبقيه، هذا أيضا جائز. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك، واحد منهم خير الثاني قال شوف ترى أنا لي الخيار وأنت مالك خيار، أنت تم البيع من جهتك لكن أنا بفكر في الموضوع، قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذا فيما يتعلق بخيار المجلس. طبعا لو حصل أشياء في المجلس، أفرض أنهم تفرقوا في المجلس لضرورة وهم جالسين في المجلس لسه ما بعد حطوا العشاء، صار حريق وطلعوا من المجلس يركضون، ثم أحدهما قال أنا والله يعني تراجعت عن شراء السيارة. طيب تفرقت في المجلس؟ قال تفرقنا بغير اختيارنا، تفرقنا بغير اختيارنا، صار حريق أجلس أقول خلني أفكر أكثر؟ لا، ما في اعتبار مسألة والله طلعت مضطر وطلعت حريق، ولا ما دام المجلس تفرق انتهينا. ولذلك كان ابن عمر إذا اشترى شيئا، أحيانا يجلس في مجلس ويشتري تمر من شخص معين ويكون التمر بسعر جيد، فيخاف ابن عمر أن الرجل يجلس شوي ثم يقول ها خلاص تراجعت عن البيع يا ابن عمر، كان ابن عمر يقوم ويروح يمشي حتى يقطع أي تراجع عند الطرف الثاني. لو أغمي على أحدهما في المجلس ولا نام، أفرض أنكم فرضا طالعين البر وجلست بعد العشاء تتحدث مع أصحابك، كنت رحلة بر يعني خيمة بتنامون في البر، ثم اشتريت من صاحبك وأنتم جالسين تتحدثون اشتريت منه شيئا وخلاص، وقلت خلاص ترى تم أخذ منك بألف وانتهينا، شيء إما في بيته كتب ولا مثلا جوال عنده ولا أي شيء، ثم استمريت مع بعض 3 أيام في البر جالسين فيها الخيمة تنامون فيها، فهنا لا يعتبر التفرق تاما إلا إذا طبعا أكيد تتفرقون، يعني أنت ربما ينام أحدكما أو تنامان ثم إذا أذن الفجر أكيد تتفرقون كل واحد يروح يتوضأ، لكن يستمر الخيار حتى لو نام أحدكما أو أغمي عليه أو نحو ذلك، بل أهل العلم يقولون لو مات أحدهما بقي الخيار لورثته كما سيأتي معنا، خاصة في الأشياء الكبار، يعني لو واحد فرضا قال للثاني أنا شريت منك العمارة 5 ملايين ريال لكن عطني 3 أيام أفكر في الموضوع، هذا اسمه خيار الشرط، يعني كأنه يقول على شرط أن تتم 3 أيام ثم يتم البيع، هذا خيار الشرط. أفرض أنه من بكرة مات، جو الورثة عند البائع وقال له والله العمارة أبونا يعني شراها ونحن الآن ورثة 10 ورثة ماذا نفعل بها العمارة؟ إحنا لو حتى لو أخذناها منك ترى بنروح نبيعها، إحنا بنوزع فلوس ما نريد عمارة، فإحنا ألغينا البيع، لا تصرف الشيك اللي عندك. هل الوريث يصح له أن يرث الخيار، حق الخيار، أم أنه معلق بالشخص المشتري نفسه؟ سيأتي الكلام عليه في خيار الشرط بعد قليل إن شاء الله. إذا تفرق من المجلس،
يعني أنا قلت له خلاص أنا ترى بعتك الساعة، طيب اشتريت الساعة بكم؟ قال ب500 ريال. انتهينا وتم البيع وحنا في المجلس. بعدها بساعة هل يجوز أقول له والله أنا هونت يا أخي، تذكرت الساعة هدية من ولدي، وربما يضيق صدره وإذا ما شافها في يدي خلاص أنا هونت، خذ هذه 500 حقتك واعطني ساعتي، هل هذا جائز؟ جائز، ممتاز، لأنهم لا يزال إيش في المجلس. ممتاز. طيب لو تفرقنا، اتصلت به أنا وقلت يا أخي ولدي زعل لما أنا بعت الساعة، رجعها لي وخذ 500 حقتك، هل لي يأخذ 500؟ لا. إذا ماذا أفعل عشان أحل مشكلتي أنا؟ تشتريها من جديد أو أشترط؟ إما أني أشترط أقول أفكر في الموضوع أشاور ولدي، أو أجي وأقول له خلاص أشتريها منك لو يبيعنيها ب1000. طيب في حالة ثانية أرجع أنه يرجع لي الساعة لو اكتشف عيبا في السلعة، أنا قايل له الساعة أصلية وصارت غير أصلية، ولا اكتشف أن الساعة فرضا وكان يضرها بطاريات صارت بدون بطاريات، أنه لا بد من لبسها في اليد مثلا، مثل الساعات اللي يعشونها مثل ما يقولون. فإذا اكتشف عيبا في السلعة أنا لم أخبره به أو ربما لم أعلم عنه، فيجوز له أن يلغي البيع كما سيأتي معنا في خيار العيب. النوع الثاني من أنواع الخيار، أو دعنا نقرأ لكم النص، يقول البيع وقول المؤلف رحمه الله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، يقول فإن تفرقا لم يترك أحدهما البيع ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. هذا الخيار خيار المجلس. النوع الثاني من أنواع الخيار خيار الشرط، أني أنا أشترط أقول له شوف أنا أخذت الساعة لكن الساعة يعني أنا بهديها مثلا لأبي، فأنا أشترط عليك 3 أيام أوريها الوالد، أنا بروح الوالد مثلا في الشرقية، أنا بروح له في آخر الأسبوع، وإذا عجبته تم البيع، ما عجبته ترى برجعها لك، أنا ما أريد هذه الوالد تصلح حجمها كبير وكذا ما تناسبني، تناسب الوالد فرضا. فهذا يسمونه العلماء خيار الشرط. مثلا يقول مثلا اشتريت منك هذه السيارة لكن بشاور مثلا زوجتي، بشاور عيالي ونحوه، حتى لو استلم المال خلال 3 أيام اللي أعطيته أو 4 أو أي وقت تتفقان عليه يجوز أنك تنقض البيع. يشترط لخيار الشرط شرطان، الشرط الأول مدة معلومة، ما تقول له طيب أنا أخذت منك الساعة لكن عطني فرصة أفكر أتمم البيع ولا لا. الفرصة كم يا أخي؟ أفرض الساعة جلست عندك سنة وأنت تفكر، وجاءني خلال هالسنة 10 مشترين وأنت قاعد تفكر، انضريتني. أولا أن تكون مدة معلومة. الثاني ألا يكون حيلة للانتفاع بالسلعة دون شرائها. مثال، واحد بيتزوج مثلا يوم الخميس القادم وجاء عند معرض وقال لهم عطوني سيارة بي ام جديدة ولا مستعملة استعمال خفيف يعني، قالوا يلا هذه السيارة بي ام هذه تسوالها 200,000. قال طيب هذه 200,000 لكن ترى للخيار أجرب السيارة، عجبتني ما عجبتني أرجعها لكم. قالوا له طيب اكتبوا العقد أنه كم يكفيك؟ قال والله عطوني 2 أسبوع. قالوا 2 أسبوع كثير تجربة سيارة، الناس السيارة يأخذون بها لفة ويرجعون. قال لا لازم أنا أجربها وأشوف، 200,000 ما هي بلعب. فأخذ السيارة ودخل بالزوجة وطلع يتمشى بها البي ام، بي ام أجارها اليومي في محلات التأجير كم تقريبا؟ أظن يمكن 800 ولا 1000 ريال ولا تزيد. فيعني لو يستأجرها 2 أسبوع من محل تأجير كلفتها 14,000 إضافة إلى الكيلوات الزايدة بعد، لا ويمكن بعد يجي عليها مخالفات ساهر ويدفع أكثر. وجلس في هالأسبوعين يطوف مع الزوجة مع العروس مبسوطين في هالبي ام، حتى انتهت الأسبوعان ورجع وحط الحرمة في البيت وجاء عند المعرض قال والله يا أخي السيارة ما عجبتني بصراحة،
وأنا قلت لكم أعطوني فرصة أفكر أسبوعين السيارة ما ناسبت صراحة. أنا أبغى سيارة قوية كذا جيب ولا يعني ها هذه ما ناسبتني كثير، معذرة خذوا سيارتكم أعطوني فلوسي. هذا لا يجوز، لأنه حيلة للانتفاع بالسلعة، وليست في الحقيقة أنت ما أخذت السيارة عشان تفكر في شرائها. أنت من البداية أخذت السيارة حيلة على الشخص الذي أمامك. أو ربما يصير أنت عندك ساعة مثلا تسوالها فرضا مثلا 50,000 ريال، بعض الساعات الغالية يعني، وجو قالك والله يا أخي زينة هذه عطني إياها بس على شور، ترى يحتاج أفكر يومين، وهناوي يحضر بها عرس يشخص بها في هالعرس، ثم رجع ورجعها لك. هذا لو يستأجرها منك لا يقل أجرتها عن مبلغ وكذا. فيشترط في خيار الشرط شرطان: الأول أن تكون المدة معلومة ويوافق عليها الاثنان، والثاني ألا تكون حيلة للانتفاع بالمبيع دون علم المشتري. طبعا خيار الشرط يكون من الاثنين، يعني ممكن أنا أبيعك سيارتي وأقول لك شوف أنا بعتك إياها، لكن ترى ممكن عطني فرصة أسبوع، ترى ممكن أسحبها منك خلال الأسبوع وأرجع لك فلوسك، أبى أشوف هل السيارة الجديدة تصلح لي ولا لا. إذن ممكن البائع يشترط مدة للتفكير، والمشتري أيضا يشترط مدة للتفكير. يقول: فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه. لو قال له: يا جماعة أنا شريت منك هالسيارة لكن أعطني فرصة أفكر. قال: كم يكفيك؟ قال: أعطني فرصة سنتين أفكر في الموضوع، هل يصح؟ عموما إذا كان البائع وافق والمشتري وافق خلاص، لو يقول له 50 سنة خلاص، ما دام عاقل ويفكر وافق، أهم شيء ألا يكون سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع يعني اتخاذ القرارات في هالأمور. إذا وافق خلاص، يمكن هو قصد أن ينفع الشخص اللي أمامه، مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مع جابر قال: يا جابر أتبيعني جملك؟ جابر ما عنده إلا هالجمل، فقال: بكم يا رسول الله؟ حتى اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم 40 درهما، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا رغبة له في الجمل، لكن يريد يعطي جابرا مبلغا من المال لكن بأسلوب يعني حسن، حتى أعطى جابر 40 درهم ورجع له الجمل. فأحيانا الشخص يعني يريد أن ينفع الشخص اللي أمامه. أحيانا تجد لك شخص ودك تحسن إليه، تقول له: يا أخي عندي سيارة هنا مثلا، ولا أحيانا تشتري منه، أحيانا شخص يبيع شيء معين وتشتري منه إحسانا إليه، أو تقول له مثلا جارك تقول: أنت سيارتك موقفة استعمل سيارتي هذه، فيقول لك: لا لا ما استعملها إلا بقيمة، أنك مأجرها لي. فتقول له: خلاص خذ السيارة بأجار 20 ريال في اليوم، وأنت تعلم أن هذا ليس قيمة أجارها، لكن أنت تقصد الإحسان إليه. فأحيانا ربما بعض الناس يقبل أن يكون خيار الشرط اللي التفكير في الموضوع سنة، ويقصد الإحسان إلى الشخص اللي أمامه، لا يقصد أن يتربح من ورائه أو نحو ذلك. يقول: إلا أن يقطعاه. طيب السؤال الآن: لو قلت لك أنا بشتري منك الساعة لكن عطني 3 أيام أفكر في الموضوع، فمضت 3 أيام، أنا عطيتك القيمة طبعا، عطيتك 1,000 ريال، فمضت 3 أيام ثم 4 أيام ثم 5 أيام وأنا ما اتصلت بك ولا شيء، بعد أسبوع اتصلت بك قلت: والله يا أخي الساعة ما صلحت برجع لك إياها، هل يلزمك قبولها؟ ها؟ ما يلزمك، ما دام مدة الشرط انتهت ما يلزم قبولها. مفترض أنا أعطيتك 3 أيام تلتزم بالثلاث أيام، يمكن في مشترين آخرين أنا صرفتهم قلت خلاص تم البيع، إلا أن أجد في الساعة عيبا فأعيدها إليك، أما إذا ما في عيب ما يلزمك أنك تقبل. فإذا مضت المدة تم البيع مباشرة، إلا أن يقطعاه، إلا خلال المدة. أفرض أنا شريت منك بعتك الساعة بألف، أو اشتريت منك الساعة بألف زين، وعطيتك 1,000 وقلت لك خلني أفكر 3 أيام أعرضها على الوالد، فلما جاء غدا قلت لأبوي: يبا ترى
اشتريتك الساعة؟ قال يا ولدي ما تصلح لي والساعة غير واضحة وأنا ما أشوف زين ولا أحب الساعة اللي بهالشكل هذا إلى آخره. فقمت أنا واتصلت بك برجع لك الساعة، جوالك مقفل، أرسل لك رسائل ما ترد، أدخل عليك في الواتس ما ترد، ذهبت إليك في البيت ما فتحتوا لي. حتى مضت 3 أيام ثم طلعت أنت بعد اختفاء، هل تم البيع؟ أنت تعمدت أنك تختفي حتى طبعا هذا المثال في ساعة، لكن الناس ربما يفعلون في ما هو أكبر. ممكن واحد يشتري أرض 200-300 ألف ويقول عطني 3 أيام أفكر، فالبائع لأنه يود أن يتم البيع يختفي عن المشتري، يقفل جوالاته ويطلع من بيته يروح مكة يعتمر ولا يروح يتمشى حتى تتم 3 أيام ثم يطلع لهم. وإذا جاء وقال له برجع لك الأرض ولا برجع لك البيت اللي اشتريته، قال لا والله تم البيع، احنا قلنا لك 3 أيام صح؟ قال نعم. قال وينك في 3 أيام؟ قال يا أخي بحثت عنك، أنا موجود، كيف يعني مت يعني اختفيت؟ طيب إذا تعمد البائع أو لم يتعمد أنه يختفي، لكن أنت اجتهدت تبحث عن البائع ما وجدته لتلغي البيع، ماذا تفعل؟ يصح لك أن تلغي البيع مع غيبته وتشهد شهود، تقول لشاهدين، تقول ترى أنا اتفقت مع فلان أني لي 3 أيام أو مثلا لي أسبوع أفكر في إتمام شراء البيت أو شراء الأرض أو كذا، أشياء اللي تسوى يعني التي ربما يختفي لأجلها أو لا يرد عليك، ترى يا جماعة أنا هونت، الأرض ما تصلح لي أو البيت ما يصلح لي وأنا هونت عن الشراء، وشوفوني يا جماعة أتصل به جواله إيش؟ مقفل، أرسل له رسائلها ما يرد، أرسل له على الواتس ما يرد، تعالوا معي إلى بيته طرقنا الباب ما يفتح الباب، أشهدكم يا فلان وفلان أني خلال الفترة ألغيت البيع. فإذا شهد 2 على إلغاء البيع ففي هذا الحال يعتبر البيع لاغيا، وتعتبر استفدت من خيار الشرط، تعتبر استفدت من خيار الشرط، سواء طبعا البائع أو المشتري. يعني أحيانا أنت تشتري سلعة بسعر مغري ثم البائع يندم وخلال فترة الشرط يأتي إليك يبحث عنك، فهنا يصح أنه يخير أنه يعني أن يشهد من يعني يشهد له بعد ذلك أن البيع لم يتم. طيب خلال مدة العقد لمن يكون الملك؟ يعني أنا مثلا اشتريت منك ناقة، ناقة تحلب، وقلت لك عطني فرصة أسبوع أفكر أتمم البيع ولا لا، يمكن الناقة ما تتآلف مع الإبل عندي، يمكن الناقة ما تناسبني، عطني فرصة أفكر. طيب والناقة من غد ضرعها مملوء باللبن، هل يصح أني أحلبه وأشربه أنا؟ وأنا طبعا أعطيتك قيمة الناقة مثلا 5000 ريال وخذت الناقة وحطيتها مع إبلي، هل يصح غدا أحلب حليبها وأشرب؟ نعم يصح. ليش؟ لأني أنا اللي أطعمها وأسقيها في هالأيام أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الضمان بالخراج، يعني ما دام أنا اللي أطعم الناقة وأنا اللي مسؤول عنها وعن حمايتها من الذئاب، حمايتها من يعني من يسرقها، أنا أقدم خدمات لناقتك وأنا ممكن أرجعها لك في الأخير، لكن أنا كفلت الناقة الخاصة بك لمدة أسبوع، فمن حقي أني أشرب من لبنها، أني أستعملها للركوب لو احتجت أني أذهب أحتطب ولا كذا. طبعا هذا في الناقة، كذلك قل مثل في غيرها من الأمور مثل السيارة مثل الساعة يصح أني ألبسها، اشتريت من كمبيوتر وقلت لك هالكمبيوتر عطني أسبوع أفكر، يصح أني خلال الأسبوع ما دام أنا قاعد أحمي الكمبيوتر وحاطه في مكان مناسب يصحني أستعمل الكمبيوتر وأدخل النت وأطبع أوراق، يصح لي أن أستفيد من السلعة في مدة الخيار، يصح أن أستفيد منها ما دمنا في مدة الخيار. طيب إذا تلف، أفرض خلال المدة أنا موقف السيارة عند الباب وجاء واحد يفحط
وصدم السيارة، من الذي يلزمه إصلاحها؟ أنا يا المشتري اللي لا أزال في فترة خيار بالنسبة إلي، أم أنت يا أيها البائع؟ هذا في تفريق. إن كان المشتري قد فرط، وقف في مكان غير مناسب مثلا، أو يعلم أن المكان هذا دائم فيه تفحيط ومع ذلك وقف السيارة فيه، فيلزمه هو أن يصلح سيارتك أو يعني يعطيك ثمنها. أما يقع من تفريط أبدا، وقف مع السيارات حقت الشارع، تلما السيارات واقفة دائما وأصابها ضرر، افرض أصابتها آفة سماوية مثل ما يقولون، نزل برد أو حصل هزة أرضية فرضا، أو أصابتها صاعقة من السماء، أو أصابها أي شيء، أو مطر مثل السيول أحيانا اللي تشيل السيارات، وأنا موقف السيارة أحسن توقيف، لكن عاد هذا اللي حصل، هذا قضاء وقدر، ما وقع مني تفريط. إذا لم يقع تفريط من المشتري فلا يلزمه أن يعوض البائع. أما إذا وقع من تفريط، موقف السيارة غلط مثلا، نزل في بقالة وخلى السيارة تشتغل، أو وقع من تفريط يعني، أو أعطاها واحد من أولاده يسوقها والولد هذا ربما ما يعرف يسوق أو نحوه، ففي مثل هذا الحال يلزمه أن يضمن الضرر الذي يقع عليها. مثل لو ماتت الناقة مثلا خلال 3 أيام أو الأسبوع، هل أعوض المشتري عنها أو أعوض البائع؟ أقول الله ما عليش، أنا خدت منك الناقة لمدة أسبوع وماتت، فيا فلان تعال يعني أعد إلي مالي. يقولون ما دام أنه لم يقع تفريط من الشخص فالبيع لم يتم بعد. شوف ترى فترة الأسبوع التفكير، البيع ما تم، يعني لو يموت البائع دخلت هذه الناقة ضمن الورث، يعني ما تم البيع إلى الآن ولا يزال فترة التفكير، يعني حتى نعرف متى يضمن ومتى لا يضمن. طيب لو نما لو نمت السلعة أثناءها، يعني أنا اشتريت منك فرضا مزرعة وقلت لك عطني شهر أفكر في الموضوع، مزرعة أخذتها منك 300,000 ويبغالي أفكر شهر، عطني فرصة، يمكن ما نرتاح، يمكن ما يناسبنا، يمكن عيالي ما يناسبهم المكان. خلال هذه الفترة هي سوف تنمو، النماء قسمان، منه نماء متصل يعني الشجر نفسه يكبر، ومنه نماء منفصل إنها طلعت ثمرة، والثمرة هذه تنتظر 3-4 أيام، إذا أنا ما قطفتها تفسد الثمرة وتطيح. فالنماء المنفصل خلال فترة الخيار الشهر لي أنا المشتري، يعني أنا اللي مسؤول عن المزرعة، ثم بعد شهر أنا قد أكلت منها مثلا 30-40 كيلو أو بعته، بعد شهر قلت لك والله المزرعة ما صلحت لي، هل آتي وأقول لك إيه بس ترى أنا لما أخذت كان طول الشجرة مثلا 60 سنتي، الحين طول الشجرة 70، فال10 سنتي اللي زادت تراها لي أنا يا المشتري؟ نقول لا، هذا نماء متصل يبقى للبائع، أما المنفصل الثمرة التي تقطف فتكون لك أنت يا المشتري. وهم أيضا يذكرون أمثلة، يقولون مثلا لو اشترى عبدا مملوكا وسمن العبد عنده لكن شغله في هالشهر، ثم لما رجع أهل صاحبه قال والله ما صلح لي، رجعه قال عطني قيمة 5 كيلو اللي زادها عندي، لا هذا ما يلزمه هذا النماء المتصل. قالوا أو تعلم صنعة، أنت اشتريت منه عبد مملوك ثم علمت هذا العبد على الطباعة وصار رائع في الكمبيوتر، ثم ما أعجبك أخلاقه كذا ورجعته، هل تقول له أنا أعطيته دورة كمبيوتر مثلا 1,000 ريال أعطني 1,000 ريال؟ لا، النماء المتصل في السلعة لا يلزمه أن يعوضك عنه، أما النماء المنفصل فهو لك أيها المشتري. بعض المحلات أحيانا تقول لك تكتب في الفاتورة البضاعة لا ترد ولا تستبدل، أليس كذلك؟ إذا كان قصدهم من هذا أنه حتى لو وجدت في السلعة عيبا فلا يحق لك إرجاعها، فهذا شرط باطل،
أما إذا قصدهم إنهاء خيار المجلس وخيار الشرط فهو جائز. يعني مثلا هو يقول لك أنا إذا بعت السلعة أنا مباشرة أحاسب الشركة اللي أنا اشتريت منها، فأنت لما تعيد إلي وتقول لي رجع لي 100 ريال قيمة السلعة، الشركة الكبرى اللي أنا حولت الفلوس لها ما ترجعها إلي إلا بقصة طويلة، فأنا بمجرد بيعي لك ترى أشترط عليك ما في خيار مجلس. منذ أن تحاسب عند المحاسب اللي يسمونه الكاشير خلاص البيع تم، ما هو بتطلع من المحل وترجع تقول أنا هونت وبرجع لك سلعتك، لا. فإذا قصدهم إلغاء خيار المجلس وخيار الشرط جائز، أما إذا خيار العيب، خيار العيب لا يملكون إسقاطه. أفرض أني أنا أخذت السلعة ولما فتحت الكرتون في البيت وإذا اللعبة اللي شريت لولدي ما تشتغل ولا مكسورة، أو الشماغ اللي أنا شريت أول ما رجعت البيت وفكيتها إلا مشقوق الشماغ، هل إذا جئتك تقول لا مكتوب لوحة يراها العميان البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل؟ أقول لك لو تكتب هذه اللوحة 20 مرة هذا لا يقبل منك، لأن هذا خيار العيب يثبت رغما عن البائع وعن المشتري، اللي هو خيار العيب، فهذا يلزمه إعادته. كذلك إلزام بعض المحلات إذا أعدت السلعة المعيبة أن تأخذ بدلها، هذا ما يجوز. يعني أفرض أنا جئت فرضا واشتريت شماغ بعدين صار الشماغ هذا مشقوق، ثم جئت لك وقلت لك أنا والله ما صلح لي الشماغ هذا، شوف واضح أنه عيب مصنعي ولا نفس التطريز اللي في الشماغ الغترة، أنه عيب مصنعي يعني الآلة التي تخيط فيها مشكلة وخربت، فقلت لك والله يا أخي هذا الشماغ الخربان أعطني قيمة التي أعدتها إليك. لو قال لك لا ما في إرجاع، خذ شماغ بدالها أو خذ سلعة، أي سلعة، أنت لك 100 ريال خذ أي سلعة أخرى. الفقهاء يقولون لا يجوز أن يلزمك بهذا، أنت أخذت سلعة وصارت معيبة أرجع لك وأخذ فلوسي، ربما أنا لا أثق في سلعك يا أخي، ما يجوز أنه يلزمك. خاصة بعض الناس أحيانا يقول لك مالك إلا 100 ريال خذ أي شيء ب100 ريال، طيب ما أعجبني شيء عندك، قال لا لا خذ أي شيء ب100 ريال، فتضطر أنك تأخذ أشياء لا تحتاج إليها، هذا فيه ظلم للمشتري. النوع الثالث من أنواع الخيار قالوا هو العيب، وذكر فيه المصنف وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. العيوب التي تكون في السلعة أنواع، منها عيوب غير مؤثرة، يعني أنت جئت رحت مثلا محل من الطاولات للمجلس خدتها مثلا 200 ريال، ثم لما وضعتها في المجلس وكذا نظرت وإذا عليها غبار، فقلت ما هذا العيب، ليش ما أخبرني بهذا العيب؟ اشهدوني يا جماعة أن قلتها ورجعتها لك، قلت سلعتك معيبة، قال ليش؟ قلت مغبرة. طيب هل يقبل منك هذا العيب؟ لا يقبل. العيب الذي يمكن إزالته من غير ضرر هذا لا يقبل منك أن تلغي العقد لأجله، لأن ممكن تكون هذه لما اشتريتها أنت جعتها خلال مثلا يوم جاءه 10 أشخاص بيشترون ولا وجدوها، ثم تعيدها لأجل عيب لا يذكر، هذا ليس عيبا، قلت والله عليها غبار، الأشياء لا يلتفت إليها، هذا نوع من العيوب. من العيوب أشياء يرى ويسكت، يعني واحد جاء واشترى مثلا سيارة ثم نظر في السيارة وجاء وشغل المساحات، فصار المساحات مثلا واحدة تشتغل والثانية ما تشتغل أمام عيونه وسكت، تصليحها كله يشد برغي يعني ما تكلف لها ولا قيمة السكروب. فلما رجع البيت وجلس يفكر انتهى الخيار، انتهى كلش، تم البيع،
كأنه ندم، بدأ يبحث عن مخرج يستطيع به أن يلغي البيع. وقال المساحات خربانة. فقال هذاك طيب يا أخي أنت رأيتها بعينك، مش أنت شغلتها أمامي وحطيت أيضا الماء وكذا واشتغلت واحدة قدام عيونك يعني. فقال لا بس أنا ما انتبهت. كيف ما انتبهت قدام عيونك؟ واضح أنك وافقت على هذا البيع وأنه في نفسك أن السلعة رخيصة أصلا وأن إصلاح هذا البيع رخيص وبالتالي ما يضرني. فهنا أيضا لا يقبل من البائع من المشتري أنه يرد السلعة، لكن ممكن يردها بأسلوب آخر. ما هو؟ الإقالة، أنه يقول له أقلني، يعني اقبل مني إعادتها. فيقول لك آه طيب أنت اشتريتها مني بأربعين ألف، خلاص أبعطيك 39,000. يجوز الإقالة، ومن أقال نادما بيعته قال الله عثرته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يحتج إن هالبيع إن العيب موجود وأنا أعيدها لأجل، هذا لا يقبل منه، لأن يعني واضح أنك تعرف العيب. وغيرها أيضا من الأمور، لو اشترى مثلا حذاء وبعدين شاف الحذاء واضح الحذاء فرضا عليه لما أخذه إلا الحذاء فيه زي البوية الزايدة أو الدهان الزايد، فهو أمام البائع نظر إليه وبعدين مسحه كذا بيده ما مسح، فقال له عندك غير هالحذاء؟ قال فيه كثير بس قال أبغى نفس النوع ونفس المقاس. قال لا والله ما في، هذه آخر حبة. فخذي مسحها بأصبعه وكذا واضح أن البوية ما تروح، وحاسبه مشى. وبعد يوم رجع وقال يا أخي السلعة معيبة فيها قطعة بوية ما تروح. لا تلعب علينا، أنت واضح أنك منذ اشتريتها وأنت تشوف العيب بعينك وسألتني هل يوجد مثلها، هل يوجد نفس المقاس، واضح أنك راغب في هذه السلعة، كونك ندمت هذا شيء آخر، لكن لا تأتي تحتج لإلغاء البيع أن السلعة معيبة. هذا أيضا إذا علم المشتري بالعيب وسكت. طيب الحالة الثالثة، ألا يعلم المشتري بالعيب، أنه ما يدري بالعيب، جاء واشترى السيارة وراح للبيت، فلما مثلا جاء وبيعبئها مثلا بنزين إلا مثلا السيارة البنزين ينقط من تحت، جاء وش القصة؟ قالوا والله تانكي البنزين مثلا مثقوب، ولا جاء الرجال بيعشقها في الخامس إلا ما يلقم الخامس، قالوا وش المشكلة؟ قالوا والله الجير ما يعشق إلا أربعة، الخامس خربان، التروس خربانة. اطلع على عيب لم يعلمه ونظر للسيارة وشاف الشكل الخارجي والشكل الداخلي تمام، لكن في عيوب خفية ظهرت له. في هذا الحال يأتي إلى البائع ويقول له سيارتك خربانة. قال كيف؟ قال يا أخي الجير محرك هذا اللي ينقل الحركة خربان، والتانكي حق البنزين أيضا مثقوب، ما أخبرتني عن الأشياء. فقال لك البائع طيب أنا ما أقدر أني أخذها منك، طبعا يلزمه أن يأخذها، لكن لو عرض عليك عرض ثاني قال لك أنا بعطيك أرش العيب. أرش العيب يعني تعويض عن هذا العيب، نقارن السيارة قيمة السيارة وهي سليمة من العيوب وقيمة السيارة وهي معيبة. قيمة السيارة سليمة من العيوب 50,000، قيمة السيارة معيبة 45، إذا كم يلزمه أن يعطيك؟ 5,000. قال لك شوف أنا أبعطيك 5,000 وانت صلح الأشياء هذه اللي فيها. هذا يسمونه أرش العيب. الأرش هو الفرق ما بين السلعة معيبة والسلعة السليمة، الفرق ما بين السلعة معيبة والسلعة السليمة، هذا يسمونه أرش العيب. طيب لو جاء بالسيارة إليه وقال يا أخي السيارة الله يهديك أنت غشيتني، السيارة فيها كذا وفيها كذا، فقال له البائع والله يا أخي آسفين خلاص دخل السيارة في المعرض تفضل هذه 50,000. فقلت أنت لا والله السيارة عجبتني لكن أعطني أرش العيب، أعطني فرق وجود العيب، أعطني 5,000. فقال لك البائع لا ما في ولا ريال، تأخذ السيارة على حالها؟ يا مرحبا، ما تريد السيارة؟
وقف السيارة نجد من يشتريها ب60,000. طيب أنت أخذت سيارة رخيصة ندخلها نصلحها حنا ب500 ريال ونبيعها ب60,000، فضل هذه فلوسك خلاص السيارة معيبة، هذه 50,000 عطنا سيارتنا. هل تستطيع أنك تلزم البائع يعطيك أرش العيب اللي هو التعويض؟ ما تستطيع تلزمه. هو خيرك الآن بين أنك ترجع السيارة وبين أن تقبلها معيبة. قال لك أنا ألغي البيع كله، خلاص عطنا سيارتنا يا أخي، سيارتنا معيبة. فهو إن أراد أن يعطيك أرش العيب فله ذلك، إذا ما أراد يعطيك أرش العيب فلا تستطيع أن تلزمه بهذا. طيب لو جئت إليه وقلت له يا أخي أنا أخذت منك أمس سيارة، قال لك نعم أذكرك، فقلت أنا وجدت السيارة التانكي مثقوب والجير خربان، قال لك طيب خلاص رجع السيارة وخذ فلوسك. قلت المشكلة السيارة راح بها ولدي أمس بيفحصها أكثر وصدم والسيارة تشليح الآن، السلعة تلفت، فما كيف يحكم بينكم هنا؟ لا أفرض أنه يعني ما في تأمين ولا ها يعطيه قيمة الأرش. أحسنت، يقول له السيارة تلفت، يعني السلعة المعيبة تلفت، الناقة التي اشتريت منك وهي مريضة ولم تخبرني ماتت أو أي شيء، فيلزمك أن تعطيني قيمة الأرش، أعطني 5,000 قيمة الخراب اللي كان في السيارة. طيب لو اشتراها وهي معيبة ثم حصل لها عيب آخر عنده، يعني أنت خدت السيارة اللي فيها المشكلتين هذه، تانكي البنزين والناقل الحركة هذا اللي يسمونه الجير، ثم وأنت رايح للرجال وقفت السيارة مثلا أو بتوقف السيارة وجاء واحد وصدمها مثلا من الخلف وصار فيها عيب آخر أن صدام السيارة الخلفي مثلا معوج، فأنت جئت بها لأجل عيب وحدث بها عيب آخر، وجئت لسيارتك قلت يا أخي تفضل هذه سيارتك، فكيف يحكم بينكما؟ قال لك بس سيارتي أنت رجعتها مصدومة، أنا أعطيتك فيها عيبان ورجعت فيها 5 عيوب، ففي هذا الحال إما أن يعطيك أرش العيب أو تعطيه أنت أرش العيب، تقول له خلاص خذ السيارة، أنا دفعت لك 50,000 صح؟ قال لك نعم، تقول أعطيني 50,000، أعطاك 50,000، قلت طيب قيمة الصدمة اللي وراء اللي حصلت عندي 2,000، تفضل هذه 2,000، فتصبح المسألة مقلوبة، بدل ما يعطي البائع للمشتري أرش العيب صار المشتري إذا حدث عنده العيب يعطي الأرش للبائع. طيب لو اختلف عند من حدث البيع، جيت أنت قلت له يا أخي السيارة فيها بصراحة أشياء أنا ما انتبهت لها، قال إيش؟ قلت تفضل المرايات اليمين ويسار، المراية عادة اليمين ويسار تتحكم بها من عندك صح؟ يعني بعض السيارات أو أكثر السيارات أوتوماتيك تقدر المراية تحرك يمين يسار، الجهاز اللي خلف المراية اللي يحركها تختلف قيمته، طبعا تختلف قيمة سيارة لكسز عن سيارة بي ام عن روز رايز، عن تختلف قيمة هذا الجهاز، يصل أحيانا 5,000، يصل 500، يصل 1,000، يصل 200 ريال، فأنت جيت تحركها إلا والله هذا خربان محترق ما يشتغل تحركها وهذا خربان، فأنت لما اشتريت السيارة ما اهتميت أنك تدقق في اهتميت أنك السيارة عموما، فجئت يا أخي مرايات ما تشتغل وأنا ذهبت لأجل أصلحها وصار الجهاز اللي هنا ب1,000 ريال واللي هنا ب1,000 ريال، أنا أخذت منك السيارة ب50,000 على أنها تامة يا أخي الآن بدفع عليها، فقال لك لا ما أنا أعطيك السيارة سليمة، يمكن أحد أولادك جاء ولعب فيها واحترقت، يا أخي أولادي ما لعبوا والله ولا، قال لك أنا أعطيتك السيارة سليمة، فاختلفوا العيب حصل عند من أو أي عيب آخر في السيارة، أو جوال باعك إياه جوال مستعمل ثم لما جئت ورجعت إليه قلت يا أخي هذا الجوال يعي يحمل من الأبستور،
قال لا أنا أعطيتك يا سليم، يمكن أنتم دخلتوا عدة أرقام ولا لعبتوا فيه ولا كذا ما أدري، جاء فيروس عندك. قلت يا أخي ما أنا أخذت منك ما أمداني يومين. قال يمكن واحد من عيالك لعب فيه. فاختلفت، العيب حصل عند البائع ولا حصل عند المشتري؟ فهنا أيضا نقول أما إذا كان العيب فيه صفة، فيه قرينة توضح حصل عند من، فإننا نقضي به بحسب هذه القرينة. يعني مثال، جيت إليه وقلت له يا أخي أنا أخذت منك السيارة لكن اكتشفت أن فيها صدمة في الخلف. قال لا يا أخي أنا أعطيتك السيارة سليمة. قلت أنا اشتريت السيارة اليوم الظهر. قال يا أخي صدمت العصر، أخذتها المغرب، أنا مسؤول عن سيارتك. فجاء شخص يحكم بينكما ونظر إلى الصدمة اللي في السيارة، إلا الصدمة واضح أن البوية متقشرة وضربتها الشمس والغبار مجتمع في البوية واضح، يعني من نظر إليه يقول هذه الصدمة على الأقل صار لها شهر، لأن لما صدمت ضربتها الشمس والبوية تقشرت وكذا. ففي مثل هذا الحال إذا كان في العيب قرينة تدل على الزمن فهذا ما يحتاج نقاش، نقول للبائع ترى العيب حصل عندك. أما إذا كان ليس ما في قرينة، قلت أخي هذه المرايات ما تشتغل. طيب كيف نعرف؟ والله ما أدري كيف تعرف، ما أدري عيالي لعبوا فيها ولا أنت أعطيتني إياها خربانة، ما أدري ليست صدمة ولا مثلا المراتب للسيارة ممزقة. لها أن تعلم هذه السلعة هذا العيب حصل عند المشتري. ففي مثل هذا الحال إذا لم يستطيعوا أن يعرفوا العيب حصل عند من، فالقول قول البائع بيمينه، القول قول البائع بيمينه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه أبو داود يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. كلام البائع، وقال بعض العلم ويحلف على هذا، فيقول لك أقسم بالله العظيم أني أعطيتك السيارة سليمة، وأن أنا السيارة عندي قبل لا أبيعها أفحصها، أو أقسم بالله العظيم أعطيتك الجوال سليم، وأنا أصلا أي جوال عندنا مهندس إلكترونيات يفحص الجوالات التي نشتريها من الناس مستعملة لنبيعها مستعملة يفحصها، فأقسم بالله العظيم أنك استلمت مني الجوال سليم. فهنا خلاص يلزمك تأخذ السلعة وتتوكل على الله، ليس لك أرش العيب، لأن العيب ما تدري حصل عندك ولا عنده، وليس لك أن تعيدها إليه أيضا. طيب خيار كم المدة المشترطة له؟ يعني أنا أخذت منك هذه السيارة طلعتها من المعرض عندك وجيت وقفتها في البيت ولدي يدرس مثلا في الخارج وقلت يا ولدي ترى ها مبروك شريت لك سيارة، قال خلاص أنا راجع الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي اتصل قال لا صار عندنا تمديد الاختبارات ترى بجيكم بعد 6 أشهر، وبقيت السيارة موقفة لمدة 6 أشهر حتى جاء الولد وساقها ثم اكتشف المرايات ما تشتغل، وتصليح كل مراية ب2000 ريال يعني 4000 ريال. فأخذت السيارة ورحت للبائع قلت يا أخي أنا شريت منك سيارة قبل 6 أشهر وصار فيها عيب، هل يلزمه أن يقبل ذلك؟ ما يلزمه أن يقبل هذا حقيقة، لا يلزمه. إذا كان عليه ضرر قالك يا أخي 6 أشهر التقلة هذه موديلها راح ونزل موديل بعدها ونزلت القيمة كانت تسوى كذا وأصبحت كذا،